أدخلت الميليشيات الإيرانية في دير الزور السورية فجر اليوم شاحنتين محملتين بالأسلحة آتية من العراق برفقة سيارتين تابعتين لميليشيا حزب الله العراقي. وذكر المرصد السوري أن تلك العملية تأتي بعد يوم واحد من رفع قيادة الميليشيات الإيرانية في دير الزور حال التأهب للدرجة القصوى، في حين تم إخلاء المقرات في مدينة البوكمال بريف دير الزور، حيث تم نقل عربات تحمل راجمات صواريخ إلى جهة مجهولة. ومن مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا رابع عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ رامي. يعني نتحدث عن أيضا تعزيزات وتأهب وإعادة تموضع للمعدات للأشخاص، رفع جهوزية، يعني هذا الأمر أيضا ينطبق في لبنان كما سبق وذكرنا وكذلك في إسرائيل. ما هي المعطيات بداية عن ربما أي رد مقبل، وأيضا إلى أين يتم نقل هذه المعدات؟ إلى البادية السورية. مساء الخير. طبعا الأراضي السورية ستستخدم في أي رد إيراني على إسرائيل من داخل الأراضي السورية، هذه معلومات مؤكدة، ولكن لن يعلن بأن الأراضي السورية هي التي انطلقت منها المسيرات لاستهداف إسرائيل، لاستهداف قد يكون الجولان المحتل، ستنطلق من مناطق توجد فيها هذه المسيرات، نشرناها سابقا سواء في ريف دمشق سواء في البادية السورية. لكن على المقلب الآخر أيضا هناك في دير الزور جبهة أخرى قد تتحضر لها الميليشيات الإيرانية في حال تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، وهكذا جاءتهم الأوامر. إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية سيكون الرد على القواعد الأمريكية التي هي أيضا تقوم بالتجهيز والاستنفار والتدريبات المستمرة منذ عدة أيام في قواعد كونيكو في حقل العمر. وتأتي يعني أمس الأول كان هناك طائرة جاءت من داخل العراق تحمل عشرات الجنود الأمريكيين إلى قاعدة حقل العمر. يعني الجميع مستنفر داخل الأراضي السورية باستثناء جهة واحدة تتعلق بالسيادة السورية، وهو الجيش العربي السوري الذي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالمعركة القادمة ما بين إيران وإسرائيل، أي المعركة التي قد تكون الأراضي السورية وسوف تكون جزء منها دون أن يحرك ساكنا الجيش العربي السوري سواء استنفارا أو أوامرا. هل القدرات العسكرية برأيك قادرة على الرد على أي رد إسرائيلي أو هجوم، خاصة نتحدث هنا عن رد مشترك من كافة الساحات؟ يعني إذا ما قررت إسرائيل على سبيل المثال ردهم قادرين حقيقة، هو لديهم سلاح، إيران لديها سلاح كبير داخل الأراضي السورية ولديها مقاتلين داخل الأراضي السورية ولديها قوات نخبة داخل الأراضي السورية، هي تريد معركة حقيقية مع إسرائيل؟ لا، على العكس من ذلك، نتنياهو إذا تذكرين منذ قتل رضي الموسوي المستشار الإيراني الكبير جنوب دمشق هو الذي كان يريد جر إيران إلى هذه المعركة، يريد إدخال إيران في هذه المعركة من داخل الأراضي السورية، وحتى بعد قتل ما تعرف بقيادة محور المقاومة بالسفارة الإيرانية هو الذي يريد فتح جبهة الجولان من أجل اجتياح تلك المنطقة. والتحذيرات قلناها سابقا جاءت للنظام وجاءت لإيران، أي عملية عسكرية من أراضي سوريا باتجاه الجولان المحتل سوف يكون المقابل اجتياح ريف درعا الغربي والقنيطرة والوصول إلى أطراف السيدة زينب. نعم، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من مدينة كوفنتري البريطانية، شكرا لك.